بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير الرياضية الكريمة، شكرا جزيلا لحضوركم. باسمكم وباسم العراق نرحب كل الترحيب بالأشقاء، بالضيوف، بالمنتخبات، بالجماهير في أرض العراق، أرض الرافدين في البصرة الفيحاء في هذه البطولة. إنها لحظات تاريخية، لوحة لها دلالاتها للأخوة والتآخي بين الأشقاء العرب الخليجيين. تمنياتنا لكل الفرق بالتوفيق وللجماهير بالمتعة والروح الرياضية. والآن أعلن وعلى بركة الله انطلاقة خليجي 25.